كانت توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واضحة بشأن التطورات التي تعرفها السوق البترولية، إذ أكد السيد الرئيس أن الأزمة الحالية حادة وأن نتائجها غير معروفة على المدى القصير، ومن ثم فقد كلف الحكومة تحت رئاسة الوزير الأول بمتابعة دائمة ودورية مع تأقلم الضروري لتسيير الاقتصاد والميزانية. وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواجه هذه الأزمة بهامش حركة كبير ناتج عن التسديد المسبق لديونها العمومية والاحتياط الصرف والادخار العمومي. وعلى ضوء النقاش الذي ساد هذا الاجتماع، أعطى السيد الرئيس توجيهات صارمة لاستبعاد أي إعادة نظر في سياسة الاستثمار العمومي التي تظل محرك النمو الأساسي، وهي أيضا الخلاقة لمناصب الشغل، وهي التي تستجيب للمطالب الاجتماعية للمواطن الجزائري كسكن والتربية والتعليم والصحة والتكوين. ومن ثم فإن البرنامج الخماسي 2015-2019 سيظل قائما كما شدد على ذلك السيد الرئيس، مع ضرورة التحكم في الوتيرة والأولويات في إطلاق المشاريع الجديدة، مع الحرص على التحكم في تكاليف هذه المشاريع. رئيس الجمهورية شدد من جهة أخرى على أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني سيكونان في صميم كل الخيارات الوطنية الأساسية، مذكرا بضرورة ترشيد النفقات العمومية على مستوى ميزانية التسيير. رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة أكد أيضا على أن الأزمة التي تشهدها السوق البترولية أبرزت مرة أخرى ضرورة تقليص التبعية للمحروقات، مشددا على ضرورة التنويع الاقتصادي، وفي ذلك توجيهات واضحة للحكومة بضرورة تنشيط قطاعات الصناعة والبتروكيمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وطالب الحكومة بتقرير عن ذلك في الثلاثي الأول من العام 2015. رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة أكد على مشاركة أكبر للمؤسسات العمومية والخاصة في إنجاز المشاريع العمومية إلى جانب المؤسسات الأجنبية في حالة الضرورة، كما وتقع على عاتق قطاع الطاقة عقلنة الاستهلاك الداخلي للطاقة والدفع نحو الانتقال الطاقوي باستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة وتكثيف البحث في مجال استغلال المحروقات بما في ذلك الغير التقليدية. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعلام الرأي العام بالحقائق وتحديات الأزمة الحالية لأسعار البترول، وذلك لطمأنة الشعب الجزائري من جهة، وتجنيده لمحاربة التبذير وبذل جهد أكبر خدمة للصالح العام ولنمو وازدهار الجزائر من جهة أخرى.